آخر آية نزلت على رسول الله ما هي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قسم من المفسرين يقولون آخر آية نزلت على رسول الله هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نحن أمامنا الموت ونرجع إلى الله، ويسألنا الله عن كل كبيرة وصغيرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا. إنسان يجب أن يهيئ نفسه لتلك المحكمة الكبرى، وعلمنا وأخلاقنا وجهادنا وفضيلتنا كلها لهذا الشيء، لأننا مسؤولون. الإنسان إذا مات لا يترك، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا نشرنا ونسأل بعده عن كل شيء. يجب أن نخاف الله، يجب أن نعمل لله، يجب أن نتحلى بالواجبات، نترك المحرمات. التقوى من الله. لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. يجب أن نكون كما أراد الله، وإلا الدنيا تنقضي ونحن نموت وننتقل من هذه الدار إلى الدار الثانية. فالواجب علينا أن نتهيأ لذلك اليوم.